جماعة الخير، أول شيء بحييك وأول جملين لحكيت لهم لجماعتنا أول ما أدعونا الأستاذ أبو محمد وكل أخبار إدارة، يا ريتنا التقينا بشغل أحسن منها. أول شيء، وأنا من هون بقول لكم أنا متأسف، اللي بجوز تصرفت غلط بس أنا تصرفت غلط لأنه الغلط كان من كثير أشياء، بس إحنا بدناش نرجع لورا. أما أنا يا عمي تصرف باقة مع اللي بقلب الملعب مش قاصده ولا لا صالح لأي بني آدم، لا له أبو علي كسال ولا لنيشر ولا المكابسة ولا إشي، تصرفي كان شخص لإلي لأنه الغلط صار علي شخص أنا، وأنا متأسف يا عمي وأهلا وسهلا فيكم، الله يبارك فيكم وإن شاء الله ما في غير بشافني. أهلا وسهلا فيكم جميعا إخواننا الرئيس الشيخ خيري، اخواننا في إدارة البويل، طبعا العائلة الكريمة اللي شاب محمد البول استقبالكم، واهلا وسهلا بكم الجميع. بدك ترى محمد بدنا هذا الاحتفال ربع ساعة زمان وبعدها نتعشى مع الشيخ خيري، نامر كلمة طيبة بسنة الله ورسوله شلي علم. شرفتونا في بلدكم باكر الغربية، اهلا وسهلا، واحنا طبعا بشرفنا جدا ونعتز بوجودكم بيننا، ونسأل الله عز وجل انه ان تدوم هذه ان شاء الله العلاقة الحميمة، وقد تكون بعد خلاف، طبعا بعد خلاف وبعد لا سمح الله شوية فوضى شوية عنف، ولكن عادة ما يكون بعد قصة من هذا النوع يكون إن شاء الله صداقة حميمة وعلاقة عالية المستوى إن شاء الله. ربنا سبحانه وتعالى يقول: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ونحن نثمن المجهود الكبير اللي كان فيه أبو محمد الأستاذ غالب مجادلي والإخوة اللي رافقوه في هذه العملية، ونعتز إنه في بيننا أناس يتسابقون إلى مثل هذا العمل، إلى الإصلاح ذات البين، وهذا طبعا مطلوب منا بقول الله عز وجل وبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يحدثنا عن الإصلاح بين الناس فيقول: ألا أدلكم على خير من الصدقة والصلاة والزكاة وإلى آخره. قالوا: نعم يا رسول الله. قال: الإصلاح بين الناس. الإصلاح بين الناس هو قمة العمل إذا صنفناه من حيث الخير والثواب العظيم الذي نتلقاه عند ربنا تبارك وتعالى. ويوم القيامة ينادى: أين أهل الفضل؟ فيقوم رجال سراعا إلى الجنة، فتوقفهم الملائكة فتقول: وماذا كان فضلكم؟ أو من أنتم؟ قالوا: نحن أهل الفضل. قالوا: ماذا كان فضلكم؟ قالوا: كنا إذا جهل علينا حلمنا، وإذا ظلمنا سامحنا. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا: ما كان الرفق في شيء إلا زانا، وما كان العنف في شيء إلا شانا. نحن يعني قلوبنا تدمي عندما نرى ملاعبنا ونرى فرقنا العربية، والمفروض أن تكون أيضا إسلامية، يعني إكسال وباكا الحمد لله رب العالمين مسلمين وبلد واحد إن شاء الله، وبلد واحد إن شاء الله، بس هذول بلاد عرب وبلاد مسلمين، يعني لا أستطيع يعني أني أتصور كيف يمكن أن يدخل العنف في لعبة أو في قضية من هذا النوع كرة قدم. يعني إحنا بنقول عندك روح رياضية، إحنا مزبوط بنبطل نقول عندنا روح رياضية، بنقول عندنا روح إسلامية إن شاء الله، روح أخلاقية، روح ربانية. أما بين إذا نظرنا نقول روح رياضية، هاي روح رياضية مع الأسف الشديد. إذا كانت هذه الروح الرياضية ما بدناش إياها، تعال نحول لروح إسلامية إن شاء الله. عائلة واحدة تربطنا أولا علاقة كما قال أخي الشيخ خيري. خير خيري. خيري
علاقة الإسلام، وإذا كانت تربطنا هذه العلاقة فنحن عائلة واحدة. أود أن أشكر الأخ أبو محمد أخونا غالب مجادلي أهل باقة على حسن الضيافة والحفاوة البالغة اللي صحبتونا فيها، فشكرا لكم. يعني أجرينا نحن من إكسال، أنا ووفد كبير من أعضاء مجلس وشخصيات من إكسال، وأيضا إدارات الفريق أبوعيل ومكابي إكسال، لنفتح صفحة جديدة إن شاء الله مع أهلنا في باقة. حضرة السيد غالب مجادلي عضو الكنيسة والوزير السابق للرياضة والعلوم، والذي نشيد بدوره الفعال في إصلاح ذات البين إيمانا منه بالرياضة والرياضيين، حيث رافق ودعم القطاع الرياضي في الوسط العربي. باسمي وباسم رئيس البلدية السيد مرسي أبو مخ، والذي بدوره يعتذر عن عدم إمكان وأعضاء البلدية مبارك فيهم، عن عدم إمكانيته المشاركة في هذه الخطوة المباركة بسبب تواجده في القدس من أجل أمر مهم انتظرناه طويلا بخصوص مخطط توسيع نفوذ باقة الغربية. سعادة المحامي والأخي عمر نصار من سعادة المحامي اللي أعد الاتفاقية للصلح، مشكورين أخونا أبو العبد دار مجدل عليك، وبعدين نائب الرئيس وعضو المجلس المحلي، ومعنا نائب الرئيس شرفونا، وبدي أشكر أعضاء الإدارة الموجودين هنا أبو عيد باقة الغربية اللي تعاونوا مع العائلة الكريمة ومع الإخوان جميعا حتى نتمم هذا الصلح اليوم. وما ننساش أخونا أبو كريم أبو البلدية بيشرفنا بحضوره، حزين ومسكين اللي ملوش سجيد زي غالي المجد. والله الشجعان اللي بيخطئ هاي الخطوة، كل إنسان بيخطئ وبيعترف بخطأ وبيترك باب هيك وبيجي بيجيب معاه جماعة أوادم وبيصلح، فبكون شجاع من ظهر شجاع. حياك الله وأشكر لكم، وإن شاء الله إنه السوء التفاهم الصغير صار بين كسال وبين فاله، احنا نسب والنسب مش للخير، نسب عند الأجوية الأهل. وشكرا لكم جميعا. بارك الله محمد اللاعب الأخلاقي اللي كلنا نتمنى انه يعود لعمله للملعب، وتذكر أخرى مرة كإخوان كأصدقاء كأصحاب كزملاء في كرة القدم في الملعب، حققوا إنجازات كل واحد لفريقه ولبلده حتى نفتخر بمركز كبير. إن شاء الله بعد العشاء بدنا نروح، لأنه محمد ممنوع يطلع حسب القانون قرار المحكمة ممنوع يطلع، حاولنا إنه يطلع ساعة زمان ما كانش، فإحنا بدناش نعمل شيء مش قانوني نخضع القرار. فإحنا أول إشي باسم الجميع أخرى مرة بشكر إدارة جميعا على التعاون الوثيق اللي أبدوه واللي تعاونوا معنا حتى ننهي هذا الإشكال، وأنا واثق جدا إنه الإدارة استنقصت العبر من هذا الحدث، وإدارة إكسال نفس الشيء، لأن إحنا كلياتنا في الآخر بنخطئ، واللي بيخطئ هو اللي بيعمل، إكسال اللي بيعملش بيخطئش، فإحنا بدنا كلمة كثيرة من أخونا حسني هي مثل عن الإدارة. رئيس الإدارة. خير للكل، والحمد لله على سلامة الأخ توفيق، إن شاء الله ربنا بيفرج برضو عن محمد أبو عودي، ونشكر عمي غالب الوزير، نشكر رئيس البلدية المحامي مرسي اللي اعتذر وحكى معي قبل شوي وأكد إنه الكل موجود، ونشكر أعضاء البلدية عمي شريف عمي إبراهيم رئيس بلدية إكسال والأخ طراوشي والحضور جميعا. أنا بتلخص الإشي بكلمتين، اللي صار قبوي يعني، ما وإن شاء الله نصحى منها، وإكسال وباكا دايما وحدة، واللي بيعجبني بإكسال وفي باكا إنها بلاد رياضة يعني معروف عنها من أول، يعني طول حياتي وأنا أتابع إكسال دايما في المقدمة في التفلاق فوق، وباكا نفس الاشي.
اللي صار يا اخوان من الادارتين طبعا بمساعده عم غالب بمساعده البلديه انه قربوا الكلوب بسرعه، هذا انجاز عظيم للبلدين بسرعه بسرعه. ثاني يوم جينا عند الاخ توفيق واستقبلنا استقبال يعني مشكور. طبعا برضو رئيس القريه او رئيس البلد عمي عبد السلام، واحنا بنقولكم من هون انه احنا رايحين نحط ايدينا بايديكم بعد هذا المشوار وبعد هذا اللي صار. يعني زي امبارح احنا بالاتحاد العام اكبر يعني اكبر اثبات انه حطينا ايدينا بايدين بعض واتفقنا. يعني الحاكم قال، طلبنا من الحاكم، بدي اوضح لكم شيء مليح صار امبارح في المحكمه يعني بجوز ما حدا بيعرف فيه. الحاكم طلبنا من الحاكم نطلع برا احنا وال نسيت اسمه عم فهيم، نطلع برا ونتلك بيننا على اللعبه اللي مع العلم انه الثلاث نقاط النا. الثلاث نقاط يعني الحكام تشيف بكوا يحجوا النا، احنا بدناش لسه نحكي الرياضه بس بدنا نثبت لكم شو الكلوب لبعض. حسن النوايا طلعنا برا واتفقنا حفظا من كل شيطان مارد. اخرى مره اتفقنا على نتفق ونروح عند الحكام العليا ونتفق على اعاده اللعبه. اني كان بدي اعطيكم ثلاث نقط بكم بدهم يعطونا، كان بدي اعطيكم سبع دقائق. حتى اسمع ان شاء الله بكون في مشرع وجينا لنا بمثال مجلس واداره وشعب وفريق ان شاء الله رب العالمين. يوم الاهلا وسهلا بكم بالفعل.